يقول هل صحيح أنكم تكرهون شيوخ الشام؟ ليش؟ لا ما نكره شيوخ الشام، بس الله يبارك فيهم ويحفظهم، لا ما نكرههم إن شاء الله تعالى، كلام فاضي هذا. لكن الإنسان المسلم يعني يحب الصالحين، يحب الأتقياء. إذا كان الشيوخ في الشام، في الكويت، في السعودية، في قطر، في الجزائر، في مصر، بعد وين بعد تون؟ إيطاليا فيها شيوخ؟ يلا إيطاليا. زين؟ أوش طقه ثاني؟ زين؟ يعني أي مكان في العالم حقيقة، يعني الإنسان الذي هو على الجادة مستقيم نحبه في الله سبحانه وتعالى، والإنسان المنحرف في أي بلد كان نكرهه، هذا أمر طبيعي جدا. فالقضية ليست قضية تتركونا من هذه بلدان، هذا كويتي وهذا عراقي وهذا مصري وهذا جزائري وهذا تونسي وهذا سوري، اتركوا هذه الأشياء، نكبر شوية. زين؟ الحب والبغض في الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن هذه الجناس التي أفسدت على الناس كثيرا، والله المستعان.